صديقات الأصدقاء، السلام على الجميع، وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع متابعات ومتابعي قناة مروكن كرايم تي في، الجريمة المغربية. القصة ديال اليوم كتار من داكشي اللي كنا كنشوفو في الأفلام. زوج فلاح توصل واحد النهار عبر تقنية التراسل الفوري واتساب، توصل بشي فيديو إباحي شي حد صيفطو ليه. الفضول ديالو دفعو باش يفتح الفيديو باش يتفرج، حتى هو عينو زايغة. ساعة المفاجأة غادي تكون كبيرة، والصدمة ديالو غادي تكون أكبر. هذيك اللي في الفيديو الإباحي شكون في نظركم غادي تكون؟ هي مرتو، وياها الخوت. مرتو كدير إيحاءات جنسية، كتمارس مع شي حد، والفيديو اكثر من هادشي كله منشور في واحد الموقع اباحي عالمي ديال البورنو. ما تمشيو فين، خليكم معنا تتعرفوا هاد القصة المؤلمة جدا. والله هادي بنادم وصافي، هادشي اللي ممكن نقوله. وياه كما قلت لكم، الزوج المغفل ما غادي يعيق بالشي اللي دايره مرتو حتى غادي يوصلوا ديك الفيديو، وهو الدليل اللي غادي يكشف حقائق وحده اخرى اكثر صدمه. ماشي غاليه، بل لكل افراد العائله. ماشي غير داك الفيديو، حوايج وحده اخرى دايرهم المراه من ورا ظهر، وهو في دار غفلون، وهادشي غير في الباديه. هادي مراه بدويه ودايره هادشي كتير. شحال اللي كنا كنقولوا الحشوميه جاية من البادية، ساعة بحال هادي ما خلات لي ما نقول انا. بعدا الزوج تقدم شكاية للجدرمية، ودا في يديه ديك الفيديو الدليل على الخيانة ديال مرتو ليه. بالفعل تقدم شكاية ضد مرتو بالخيانة الزوجية، تم استدعاء المرأة بشكل عادي، وتمت المواجهة ديالها بديك الفيديو. طبعا هادشي كله بتعليمات النيابة العامة المختصة في إطار البحث اللي أمرت به. جدرمية حجزو التليفون ديال المرأة، دارو فيه دويرة وسلاح حوايج اللي لقاو. تليفون عامر بالدردشات والمحادثات الحميمية والفاضحة، وماشي غير واحد، شحال من راجل كدير مع هادشي. والكلاخ بنادم تالا بغي تبليتي بشي حاجة وخارج القانون او حرام، اما من هذا على الاقل محي ديك الميساج. تاكد ديال التليفون جبدو منا من هاجة درمية بزاف ديال التصاور وشريطات الفيديو الاباحية، كانت كتصورهم بلا ما يعق راجلها المسكين اللي كان في دار غفلون. كتصورهم وتصيفط لكل واحد كيطلب منها داكشي بما فيهم الفيديو اللي وصل لراجلها. تبدو صيفطات لشي حد، ساعة استغلو ربح الفلوس على ظهرها، وهي سبب لها المشاكل. ديك الفيديو اللي وصل لراجلها ملي وراوه ليها، الجدرمية اعترفت تلقائيا بلي كيخصها، بلي ديك الفيديو هي ديالها، يعني هي اللي صورت بمحض الارادة ديالها وما دوز عليها حتى شي حد. بكل تلقائية قالت ليهم بلي شي شاب مقيم في الديال الأوروبية دارت مع علاقة غير شرعية وصورت معاه داكشي، وما كانتش ناوية أو كتعتقد باللي غادي ينشر الفيديو في موقع إباحي عالمي معروف. ملي كيتجمع الجهل والكلاخ وأشياء أخرى، فانتظر الساعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. البحث مع المرأة غادي يفجر بزاف ديال الحقائق والمفاجآت اللي ما تجيش لدماغكم. من بين هاد المفاجآت أنها ما كانتش كدير الحرام غير مع واحد، ومع بزاف ديال الناس، هما من مدن مختلفة، ومنهم واحد بولحية معروف بالانتماء ديالو شي تيار ديني متشدد. ما كيهمناش التيار ولا اللحية، لأن اللحية ماشي ظرف تشديد. هاد السيد ملزم على مرتو دير النقاب، زامتها، وهو داير فعيل واحدة أخرى خايبة مع مرات راجل، ولا حول ولا. إلا فهمتي شي حاجة تصدم. هاد الاعترافات ديال هاد المرأة خبرت بها الضابطة القضائية النيابة العامة اللي أمرت بالاعتقال ديالو وإحالة كل من يثبت العلاقة ديالو بهاد السيدة المزوجة. وبداو الجدرمية كيجمعوا
في الناس اللي كتذكر من رجال، ومنهم ديك بوحيه اللي جابوه ونفى باش يكون دار علاقه غير شرعيه معها. قال لهم انا متدين ومتزوج وعندي وليداتي، وما بيني وبينها الخير والاحسان الخير والاحسان. السيد نكر في الاول، لكن بعد اجراء مواجهه ما بيناتهم قرب الحقيقه. هي قالت الحقيقه وتعطي ادله من موسى، هو ما لقى غير انه يقر. قال المحققين اللي تعرف عليها صدفه وسارته بالفورما ديالها حركات الغريزه ديالو بحال بوجعران. شوفوا غير اللور يعطيك المسخ اكثر من تمسخ. اعترف هاد الشيء كله باللي اقترح عليها باش دير معاه علاقه وقنعها بدك الشيء ومارس معها. بعد ما صدر جا شي غرفه لاول مره وتماك فين مارس معها الجنس، وبقى معاها وبقات معاه طيله المده قبل ما يتشدوا بجوج. تشدوا بعد ما اكتشف الرجل الحقيقه ديال مرته اللي كتخونه في غفله منه، وهو في دار غفلون ولا شاف ولا من ديري كما كيقولوا المصريين. هاد بوحيه والمراه تحالوا على النيابه العامه بالمحكمه الابتدائيه في جديده من طرف الجدرميه ديال حد ولاد فرج الجمهوريه. داروا مسطره تمت المتابعه ديالهم بالخيانه الزوجيه والمشاركه في الخيانه الزوجيه وفي تهم واحده اخرى جنحيه، وبدات المحاكمه ديالهم. بحث مازال ما تسد الخوت، مازال مفتوح. الجدرميه خداو من المراه مجموعه من الارقام الهاتفيه اللي لقاوها في التليفون ديالها ديال شي رجال كانت هاد المزوجه او هاد الزوجه كدير معاهم، ما دارت مع ابو الحياه وايضا مع ديك السيد اللي في الخارج واللي فضحها بعد ما نشر الفيديو ديالها في الموقع ديك الاباحي. داروا كوبي للدردشات ما بينها وبين مختلف الرجال اللي كانت كتدردش معهم في واتساب. كل واحد دار له ورقه وملف ديالو خاصه في انتظار ما يتشدو تبعا. والله يدي بنادم وصافي، رجل مسكين كيدمر والمراه كتخون. مرأة مقابلة الواتساب السؤال خوت في فيديو إباحي توصل به فلاح غادي يفضح كل شيء. ديك الفيديو منصور في موقع إباحي واللي نشره هو مهاجر في الخارج. للأسف دارت مع هاد المرأة الشي اللي خصها دير مع رجلها. إلا ما عجبهاكش راجلك طلقي وديري ساعدك ما بغيتي. للأسف الشديد ملي ربي كيبغي يفضح بنادم كيجيب ليه السبب، يجيب لي السبب حتى ما بين يديه. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، وإلى فرصة لاحقة دمتم أوفياء للقناة وذوات أفراحكم. يبعد لكم كحراس، يبعد لكم مدرجات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.